السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي في تصحيح التمرين رقم 5 من الامتحان الموحد المحلي رقم 1. إذا في المثلث ABC جانبه لدينا EG يوازي BC، عندنا مجموعة من القيم ديال أطوال بعض القطع. السؤال الأول، أحسب AC. إذا انطلاقا من المعطيات كيبان لي راه غادي نطبق مبرهنة فيثاغورس المباشرة. إذا عندنا مثلث، عندنا مستقيمان متوازيان في هذا المثلث، وعندنا القياس ديال 4 قطع في هذا المثلث، وبالتالي يمكن لي نحسب القطعة طول القطعة AC بكل سهولة. إذا في المثلث ABC، إذا السؤال 1، حساب AC. إذا نعتبر المثلث ABC. إذا خصني نذكر شروط المبرهنة. لدينا دائما كنبدأ بالمعطيات اللي عندي، لدينا EG يوازي BC، كذلك الشروط ديال الانتماء، لدينا E ينتمي إلى المستقيم AB و G كذلك نقطة تنتمي إلى المستقيم AC. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة ماذا لدينا؟ لدينا AE على AB. خصني ننتبه في الترتيب. إذا قلنا AE على AB، إذا خصني ندير AG على AC. إذا AE على AB تساوي AG على AC تساوي EG على BC. إذا بالنسبة لنا حنا المعطيات اللي عندنا، عندنا AE معروفة، AG معروفة، AB معروفة، وكنقلبوا على AC. إذا غناخد فقط هذا الجزء هذا. إذا AE على AB تساوي AG على AC. إذا غنبسطوا الكتابة، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني AB AC في AE يساوي AG في AB. حنا كنقلبوا على AC، إذا AE غادي نديها للطرف الثاني، يعني غادي نقسم عليها، يعني كون عندنا الجداء تنقسمو دائما. إذا AE AG مضروبة في AB على AE. دابا غادي نديرو التعويض العددي. إذا AB عندنا هي عندنا 15 12 على 10، AE هي 10. إذا عندنا إمكانية الاختزال، أولا غنحسبها بالآلة الحاسبة وندير القسمة، غنلقى العدد 18. إذا AC تساوي 18. هذا السؤال الأول. ندوزو دابا للسؤال الثاني، جوج ألف أحسب وقارن النسبتين AE على AB و AK على AG. إذا جوج ألف، إذا غنحسبو النسبتين، إذا AK على AG. إذا حسب المعطيات، هاد العلاقات معروفين، إذا AK هي 8 و AG هي 12. غادي يمكن لي نختزل هنا، 8 راه هي 4 في 2 و 12 هي 4 في 3، إذا كنختزلو ب 4 تيبقى لينا 2 على 3. نحسبو النسبة الثانية AE على AB تساوي ماذا؟ تساوي 10، كنعوضو كل قطعة بالطول ديالها 10 على 15. إذا كيمكن لي ندير 10 هي 5 في 2 على 5 في 3، إذا كنختزلو بالخمسة وتيبقى لينا 2 على 3. إذا حسبنا النسبتين
قالوا لنا قارن النسبتين. اذا النسبتين تتوضح لنا بان النسبتين متساويين. اذا ا بي ا على ا بي تساوي ا ك على ا جي. في الشق الثاني ديال السؤال جوج ب قالوا لنا استنتج ان اذا لنا استنتج ان ايكا توازي جي بي. اذا طلبوا مني نبين التوازي. اذا غنستعمل مبرهنات فيثاغورس العكسيه. اذا غنحاول نلقى الشروط ديال المبرهنه. اول شرط في المبرهنه كنعتبر بعدا واحد المثلث. اذا المثلث اللي غنشتغل فيه هما حسب السؤال قالوا لنا بان خصنا نبين ان اي كا يوازي بي جي. اذا المثلث ا بي جي. اذا نعتبر المثلث ا بي جي. اذا لدينا ماذا؟ لدينا اي تنتمي الى ا بي. اذا اي تنتمي الى ا بي و ك تنتمي الى ا جي وكذلك ترتيب. هنا ترتيب مهم. و ا و اي و ب في نفس ترتيب ا و و جي. اذا حسب الشكل ا و اي و ب. اذا ا و اي و ب في نفس ترتيب ا و جي. اذا بقى لي الشرط اللي لقيت في السؤال جف ولدينا يعني ديال تساوي النسبتين. ولدينا ا اي على ا بي تساوي اكا على ا جي. اذا هادو هما الشروط ديال مبرهنات فيثاغورس العكسيه. اذا حسب مبرهنات فيثاغورس العكسيه المستقيم ايكا يوازي المستقيم بي جي.